بتعرفي شو ميدو؟ هلا بيكون مصمم الازياء ده علينا شي 100 دعوه. معقوله انت يا ليلى؟ لك نحن بشو انت بشو؟ شيلينا من العرض الزفت تبعك، خلينا نعرف طريقه نرجع فيها على البيت. لك ايه الطريقه هاي؟ بقص ايدي من هون. لا يا ستي بقصة من هون، اذا رح تمرق سياره واحده بس من هلا لبكره. ما شفتي شلون عم يتفالح هو مبسوط انه ما حدا بيعرف الطريق غيري؟ قال اخذنا من طريق مختصر. قال لك وين هالشوفير البطيخ؟ مو اساس راح يجيب حدا؟ ايه بيكون مضيع الطريق، هو خلقه مضيع. يا الله يا ريت طلعنا بالبولمان، ما كان صار فينا هيك. اخ الحق علي انا، بس لو ما وقعت المنبه. بلوشة بتسمعي؟ مو كان صوت الباب؟ اه لا يا امي عم تمزحي. حذري شو؟ خلينا انا وانتي نحط الشعلات على وشنا نتلتم فيهم. ايه؟ لانه بيقولوا انه بالصحراء في شلون بالبحر في هدول القراصنة، انه في بالصحراء هدول قطاع الطرق. خلينا نتلتم مشان ما يعرفوا انه نحن بنات. حطي حطي على راسي، حطي هيك لفي. ايوه صباح الخير. صباح النور. منيح انك فايقه سميحة. سميحة قومي، ليلى وميديا لهلا ما رجعوا، عم دق لهم موبايلاتهم مطفية. لا ونحن امبارح ما شفناهم بالضيفة ليه؟ ايه بيكونوا متخانقين مع المصمم، ما بتعرفي ليلى كلامها دج والتانية عصبية. نور بجوز بلكي امبارح طلعوا بالحفلة بس نحن ما ميزناهم معه. طيب ليش موبايلاتهم مسكرة؟ ايه بيكونوا خارج التغطية. ايه ممكن، او خالص شحن موبايلاتهم ما بتعرف. انا قلبي ما انه مطمن، حاسه انه في شيء صاير معهم بس ما بعرف شو هو. لا لا تقلقي كمان انت الثانيه، هلا ما تقولي الا يكونوا راجعين على الطريق. فظيعه شو بتحب تهول الامور هي الثانيه. هلا انا الفظيعه؟ ايه رجعي رجعي دقي له جرب. فعلا منك وحده بلا احساس. انت بدك تضلي نايمه؟ ايه هاي ليلى مسكر موبايلها. جربي ميديا، طلعوا جربوا برا. هاي كمان مسكر. طب قومي قومي نشرب قهوة مستناهم. تعالي قومي انتي قومي قومي. سكروا الباب ان شاء الله. سكري الباب. ميدو صرنا تاني يوم على فكرة نايمين بالسيارة. يا الله بتعرفي للوش هلا كنت عم فكر معقول نموت هون من دون ما حدا يدري فينا. لا شو عم تحكي هلا، الا ما يجي هذا يبعث له حمى ان شاء الله ابو دبكة. ايه. او بلكي شي وحدة من الصبايا بتزوق على دمه او بيشتلقوا علينا بحسوا انه طولنا كتير. للوش خلصت المي؟ شو؟ خلصت المي؟ عم تمزحي؟ لا لا قمتي ان شاء الله رح نموت من العطش. هلا احذري شو؟ شو؟ رح ننتظر نص ساعة وإذا ما اجى حدا بننزل بنمشي أنا وأنتي. إيه؟ إيه والله وأنا هيك عم فكي. يا الله شو بدنا نعمل؟ ليلى عم تسمع مثل ما عم اسمع؟ كأنه صوت سيارة. عم تتخيلي؟ لا لا لك تطلعي هني تطلعي. عندك 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 يا يا لعمي هي للفزعة يا حبل القطر يش لعشالعة يا لعمي هي للفزعة يا حبل القطر يش لعشالعة اقطر 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 يلا خلص خلص إلا ما تنحل إن شاء الله. لا حبيبتي بتشرفي بأي وقت، البيت بيتك. طيب مع السلامة. يقطع عمرك ما أغلظك. عم بفهم من وين إجاك هالتواصل الاجتماعي. مين هاي؟ راما يقطع عمرها. قال عندها مشكلة وبدها ياني حل لها اياها. يبعث لحمة وداء السل، هي مشكلة قائمة بحد ذاتها. أنا مو من اليوم جاية لعنا، بركي بحل لها مشكلتها وبتحل عنا. وتذكرتي مين هاي ميرنا؟ لا والله ما تذكرت، بس بظن إنه هي وحدة قرايبتها،
بس اللي فهمته انه حسام جوزها مانه طايقه بنوب وهي كثير متعلقه فيها. ايوه على مو مشيلوني من سيرتها. الله على قلبي قعدات يا ستي، هاي المره مش حالها، ان شاء الله المره الجايه راح تتيسر. يلا هانت فرجت فرجت. لك العمى بقلبك ما اوقحك انت، انا مره جاي هاي. اه لك انت كيف تتركنا مقطوعين بالصحراء لتاني نهار؟ اه في حدا بيعمل عملتك؟ لك عن جد ما فيك ضمير. لك ايه عسيرة الضمير؟ من كنت بضمير عند قرايبي حلفوا علي يمين الا اقعد عندهم، وقعدنا والله اتمت الدنيا، صارت الدنيا نص ليل، حطوا لنا هالعشاء، مدينا حالنا، تمددنا، تمغطنا، نمنا، فقنا الصبح هذا احنا جينا. يا حي الله. لك ولا روح من وشي، ولك روح من وشي، بعدين مين بدي انزل ارتكب فيه جريمه. طولي بالك خليكي كول. تفضل 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 اقعد معي احسن من قاعده هون، هون معنقزات فوق، اطلع انت تحت. لك ميديا؟ ولك عم يتبرد علينا؟ يلا جاي حولان جاي السيارة تستنى شين. يلا جاي يلا. سموحة حياتي أمي عمري. سميحة. ها بتحاكيني؟ طبعا عم حاكيك. لكن مين عم حاكي؟ في حدا تاني بالبيت اسمه سميحة. يلا أمي دورك بالجلي. أمي سميحة. أمي حبيبتي. يلا سميحة. ميديا عم دقلي. ايه ردي ردي بسرعة. ألو أهلين ميديا كيفك؟ عم تمزحي؟ شوفي يلا باي. يا الله ميديا وليلى كانوا من امبارح مقطوعين بالصحراء. يا خطاي قلت لكم قلبي كان حاسسني انه في شيء. والله معك حق. كله منك انت، كله منك. الا لا لا قولي لحباب. يلا قومي على الجلي بسرعه. قومي نور. ما حد حكي لي شو عامله؟ لك ما في شيء، انا قصة حرام ما لها علاقه، بس مشان تقوم تجلي لانه قليله مروه. هيتي يا ليلى، لا لي حظ لا بالتصوير ولا بعرض الازياء. خير ان شاء الله، شايف وقفتوا؟ جيب الشلاتي بسرعه. جيبون. طولي بالك، هلا ربع ساعه بنصلح السياره ونروح. جيب الشلاتي بلا ولا كلمه، بعدنا نروح على الارنه. هاتون. امر عيونك، دخل عيونك، امر عيونك، ما بينرد. ومعقول لسه عم يغني؟ تخيلك يا ربي. هاي الشناتي جيبناهن. لحظة قبل ما تروحن دقيقة شوي ناخذ ارقام الجوالات، يعني بلكي صار لك. روح من وشي بلا ما ابتلي فيك. ها روح من وشي. طولي بالك مشي. يعني على حمص حلب ادلب حماة عفرين عربين. الله معاهم وين ما راحوا احبابنا. الله يزقعك يا هالسايبة، خجلتينا خجلتينا.